المنتخب البرتغالي كيفاش كتوجدوا لهذا الماتش؟ طبيعة الحال المنتخب البرتغالي كيبقى البطل ديال النسخة السابقة ديال كأس العالم، وكما شفتوا المستوى ديالو تبارك الله كبير، وإن شاء الله بإذن الله أول حاجة أننا ضمننا التأهل، ألوغ غنلعبوا بدون ضغط، لكن كتبقى مباراة حاسمة باش نحسموا المركز الأول، إن شاء الله مع السي هشام نحاولوا نوجدوا لهذ المقابلة، ونتمناو من الله خير إن شاء الله. شنو هما اللي ميطود إذا باش ياخذ لا بروميير بلاص يعني خصنا نكون ديرو كونترول البرتغال؟ صراحه المنتخب البرتغالي منتخب قوي، كيدير هذاك الضغط العالي كما كتعرف من طريقه ديال اللعب ديالنا، اننا كنبغيو نجيبوا الخصم عندنا النصف ديالنا عاد نخرجوا بها، ان شاء الله باذن الله نحاولوا نشوفوا التغارات ديالهم ونحاولوا نستافدوا من هذاك الضغط العالي ديالهم ونلعبوا في ظهرهم ان شاء الله باذن الله. سفيان